وهذوك القوالب اللي كنت نجيب لك للدار وكذا، هذوك القوالب نجيبهم لك تطلعهم معاك. الطياره وبالنسبه للوطيل ولا اي حاجه تما على حسابنا، لاجونس ديالنا تكلف لكم بهذا الشيء. عطيناها سميتو اختي. خويا انا مزوجه، انا راجلي سميتو اسامه. وكيفاش مزوجه وهذاك الخروج اللي كنت نخرج معاك؟ شكون معايا بعدا؟ كريم نسيتيني؟ شوف انت خويا ضيعتي ليا وقتي عامين، وانا وياك ما خلينا حتى شي بلاصه. السلام عليكم الخوت، كي دايرين لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كاملكم بخير وعلى خير، ومرحبا بكم على فيديو جديد. دابا واش فين هو فيهم؟ ما فهمتش، بدا فهم فهمني الخوت، واش هذا هو العريس ولا العروسه؟ تلفت، واش هذه العروسه ولا هذا العريس ولا هذا العروسه وهذا اللي فهمنا الخوت شي حاجه فهمنا، ما فهمت انا فين هو العريس وفين هي العروسه. فين والله ما فهمتش بزاف حق الله، ما فهمتش انا دابا فين هو العريس وفين هي العروسه. ايوا الرجال الله ودي ادريس دابا كيدير انت بعدا والدراري، حنا رحنا تنصليو ونشوفو واش داكشي اللي دوزنا الاخر اللي ما صليناهش واش غايخلفو لنا ربي ولا غايخلينا هكاك. رانا طبت من كلشي برد لوضو ما بقيت فاين. وراني واحد قالك اسيدي انا كنت نغسل، جا واحد اخر قالك لا ماشي عاد تغسل، دير سبعك ودوره ثلاثة المرات لداخل تجع زرق. قال لي لا راه حرام داكشي، عاد انا نخرج وبقيت نتودع من الفوق. ختني ولد الحرام كان غيخرج ليا بعروه. اسكت اسكت نشوف هاد كبار بالله، عاود ما يعلمني نتودع علمني نعيب راسي. شوف الاسلام. ولكن ينوب الله وكل شيء عند الله قريب. تانا دابا نوريه أربع أيام ولا خمس أيام وأنا تنجرح في راسي. تا قلت الزرقيط كان تاي عاشر مع الطلبة شي وقت مع عاشير ومع الكبيش، وأنا نسولو قلت له محمد واش كتغسلو عامل الفوق ولا من تتخشي صبعك؟ قال لي لا عامل الفوق. عاد أنا حيد صبعي عاد نحمد الله على الأيام. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. زعما هادشي كيجي من الضحك وحق الله. احنا جينا للسوق هنا ديالهم ديال قطر نشوفوا الاثمنه ديال المواد الغذائيه، اثمنه الخضره يلا معايا. انتم مع البصله 20 ريال قطري اللي هي 50 درهم مغربيه للكيلو. ما كتبكيش. ديبون 130 ريال قطري بلا 30 تصور معاه. خيزو 37 ريال قطري اللي هي هذا كيقوي النظر. هذا نقدروا نقولوا كيقوي النظر. وري السردين 20 ريال قطري 50 درهم مغربية للكيلو. فور وان بيس نوت كيلو. الحمد لله اخويا احنا نعم صبر معاد نوسى. انا مزاوك للربطة 15 درهم مغربية، 5 ريال قطري للربطة 70 درهم مغربية. اي غالية صاحبي عندهم المعيشة اخويا وحق الله غالية بزاف اصاحبي. واو السردين 50 درهم والبصلة 50 درهم او بزاف. فين كتلاقي غير في رمضان ولا ديما؟ انا ما عمرني صليت كاع. انا راه ميكروب انا. انا راه السلام عليا خصو يكون باللي قال. ما بغيتش. اشنو؟ ما بغيتش. عندك شي كارو؟ لا ما كندخنش اسمح لي. ما عمري صمت ولا دخلت للجامع في حياتي. بكره تهنا ما جميل. يهضر مني يهضر. المنافقين. اللي كيصلي غير في رمضان خصو يصلي ديما ولا يقطع عاد ما يصليش كاع. انا وضع وجه جفاف توضا. صحيح ان هاد القرى ديال والو راه ما تعامل ما حتى العباده. لا انا كنت صايم. علاش ما صايمش؟ ما بغيتش. علاش ما بغيتيش تصوم؟ واه على شغلك فيا. ريح الارض ديرها ولا ها حطها لك في النيف. كي قلت لك هاد القضيه؟ ايوا انا ما كبرتش مع المسلمين ما كرهانش الطريقه ديالهم. ما كاينش مامن ما كاينش. انا ما كنصليش حيت عارف راسي غدا غيفوت رمضان ما غنبقاش نصلي. والله العظيم يا جدع جدع ده بيسمع حاجات غريبه. تواجدوا دابا في مدينتي الصغيره مدينه وادي زم
مدينة الشهداء. قال لك واحد زاد في واتزم هو مكتشف البوصلة بصح؟ بيان سير واتزم خارج منا الجلال سعيد خارج منا ساكن في واتزم بصح؟ فوالا قال لك اول ما نطلع على القمر راه من واتزم. ليزان ما عرفتش نطلع عليه نور نطلع عليه. واللي يصنع القردمونة من واتزم سكت تعترف بواتزم وتبين واتزم. انا بغيتك تبين مدينتي ويعترف بك. وكنحمق عليها مدينة الشهداء مدينة اللي عليكم مدينة الشهداء سافيديغ بأن واتزم حاربت من أجلكم جرات على الفرنسيين من أجلكم وانتوما ما اعترفتوش بواتزم. حولك غادية عندهم وعيشة معهم. يا ودي النفاق الاجتماعي الواحد هو اللي عول على راسه. قصدنا انت بلا انت يجي يخوي عليك ولا ما كان معك حد خموسخ ينجلش. اول ظهور البنت اللي بكات وهي كتشطح سمعوا قصتها. عندي اختي صغيره وخدت مخاس نوت شمع واه انا اللي مكلفه بها. واش مدة ديال الماتس وبور كان الوالده ديالي كانوا قتلوها ليا الله يلا باش كانت تقتلت فهمتي نغينا ميما مسكينه نغين هاتي عم شي دار بيت ما عليه شي دار بيت دونك طاح شي دار بيت كنتش تبي الفيديو هذا ديال المسكين هي اللي خلاتهم لي صغيورين فهمتي يعني انا اللي كنت كلف بهم. الله اكبر انا اللي مكلفه بهم انا اللي كنخدم عليهم يعني ما كاينش اللي يعاونك فهمتي يعني انا اللي كنخدم عليهم انا اللي مكلفه بهم بزاف د الحوايج فهمتي انا اللي كنمشي نخدم نمشي ندبر هنا وهنا باش نمشي نعاونهم يعني ما كاينش شي حاجه ما احسن. جيت انا واميليا باش نشوفوا شي حاجه ماما حيت ما جابلاتها شي حاجه كادو من USA. ماما تعجبها الذهب وانا كنموت عليه. البنات خديت هذه الماما خفيفه وفيها العودو داكشي اصلا كنت مشهيه ناخذها ليها وخديت ليا انا هذه قلت لكم ما يمكنش انا ندخل المحل وما ناخذ شي حاجه خديت ليا هذه ديال كارتي قولوا لي زوينه ولا لا. البنات راه خديت هذه باش نبدل هذه اللي لابسه حتى ديري لابسه ما يمكنش نبقى لابسه هذه ما وغنمل منها. 18 19 20 البنات عطوني الراي ديالكم فيهم. خلاتو المحل يا خويا ديال الدب كريسات ولا صاحبي بيدي كاش داك لهاداك العويداش كل بيديك شتي المعقول هو هادا. لا اشتينا هذه.